الوطن هذه أصلاً كلمة وطن روحها قوية جداً، يعني تشعرك بالحنان والدف والأرض والأشجار والبحر والغوص. أول إذا بيأخذون حق المدرسة بيشوفون ضروسك أو يقولون لك حط يدك طال إذنك اللي مني، وين إذنك يا حبشي؟ إذا طالت إذنك بيأخذونك. وضبي كانت تستخدم الدينار البحريني إذا كل وقت افتح يسمس دور صاحب المكتبة جاسم صاحبي، ولما صار الجزء الثاني قالوا لي أنت تمثل، فرحت فرح ما تتصور. الجزء الثالث افتح زمزم اللي ما عرض صار بس الغزو العراق والبارش وحد الكويت كل شيء تم. بعد ما اشتغلنا عليه يعني خلصناه تقريبا، لما جيت البحرين مسكت برامج الأطفال بنفس الطريقة نفس الإحساس، ويايب معاي تجربة، ويايب أتعلم في تلفزيون البحرين، لا يعني تجربة أبي أقدم شيء حق